قد سبق معنا في هذا الباب العظيم صفة الصلاة لمؤلفه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. سبق لنا الدرس الأول في استقبال القبلة، وقبل أن ندخل في درسنا الجديد وهو القيام في الصلاة، عندنا بعض الأسئلة عن الدرس الماضي، لأنه لا ينبغي أن نمشي إلا على يقين. السؤال الأول: ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ نعم، شرط. يقول المجيب على هذا السؤال: شرط من شروط الصلاة، وهو كذلك. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. هذا الدليل على هذا الشرط. وفي هذا الحديث 4 فوائد: قوله إذا قمت إشارة إلى القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، وقوله فأسبغ الوضوء إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو رفع الحدث الأصغر، وكذلك في قوله ثم استقبل القبلة أيضا شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وقوله فكبر إشارة إلى ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. ما حكم استقبال القبلة في النافلة، في صلاة النافلة؟ لا شك أنها ليس شرط، سنة. سنة، نعم،